وينصرنا إذا عقدنا العزم على النصر، ويفتح طريق الحق أمامنا إذا استطعنا أن نضع أنفسنا على طريق القوم. أيها الإخوة المواطنون، لا أريد أن أعود بكم مرة أخرى إلى الظروف التي مهدت لهذه الأزمة والتي صنعتها، فلقد سبق أن شرحت لكم بعضها من قبل في حديثي إلى الأمة يوم 9 يونيو في أعقاب النكسة مباشرة، وكذلك لأني أدرك ويجب أن ندرك جميعا أن ما جرى قد جرى. على النصر، ويفتح طريق الحق أمامنا إذا استطعنا أن نضع أنفسنا على طريقه القويم. أيها الإخوة المواطنون، لا أريد أن أعود بكم مرة أخرى إلى الظروف التي مهدت لهذه الأزمة والتي صنعتها، فلقد سبق أن شرحت لكم بعضها من قبل في حديثي إلى الأمة يوم 9 يونيو في أعقاب النكسة مباشرة، وكذلك لأني أدرك ويجب أن ندرك جميعا أن ما جرى قد جرى. ويفتح طريق الحق أمامنا إذا استطعنا أن نضع أنفسنا على طريقه القويم. أيها الإخوة المواطنون، لا أريد أن أعود بكم مرة أخرى إلى الظروف التي مهدت لهذه الأزمة والتي صنعتها، فلقد سبق أن شرحت لكم بعضها من قبل في حديثي إلى الأمة يوم 9 يونيو في أعقاب النكسة مباشرة، وكذلك لأني أدرك ويجب أن ندرك جميعا أن ما جرى قد جرى. ويفتح طريق الحق أمامنا إذا استطعنا أن نضع أنفسنا على طريقه القويم. أيها الإخوة المواطنون، لا أريد أن أعود بكم مرة أخرى إلى الظروف التي مهدت لهذه الأزمة والتي صنعتها، فلقد سبق أن شرحت لكم بعضها من قبل في حديثي إلى الأمة يوم 9 يونيو في أعقاب النكسة مباشرة، وكذلك لأني أدرك ويجب أن ندرك جميعا أن ما جرى قد جرى. عقدنا العزم على النصر، ويفتح طريق الحق أمامنا إذا استطعنا أن نضع أنفسنا على طريقه القويم.
أيها الإخوة المواطنون، لا أريد أن أعود بكم مرة أخرى إلى الظروف التي مهدت لهذه الأزمة والتي صنعتها، فلقد سبق أن شرحت لكم بعضها من قبل في حديثي إلى الأمة يوم 9 يونيو في أعقاب النكسة مباشرة، وكذلك لأني أدرك ويجب أن ندرك جميعا أن ما جرى قد جرى. عقدنا العزم على النصر ويفتح طريق الحق أمامنا إذا استطعنا أن نضع أنفسنا على طريقه القويم. أيها الإخوة المواطنون، لا أريد أن أعود بكم مرة أخرى إلى الظروف التي مهدت لهذه الأزمة والتي صنعتها، فلقد سبق أن شرحت لكم بعضها من قبل في حديثي إلى الأمة يوم 9 يونيو في أعقاب النكسة مباشرة، وكذلك لأني أدرك ويجب أن ندرك جميعا أن ما جرى قد جرى. عقدنا العزم على النصر ويفتح طريق الحق أمامنا إذا استطعنا أن نضع أنفسنا على طريقه القويم. أيها الإخوة المواطنون، لا أريد أن أعود بكم مرة أخرى إلى الظروف التي مهدت لهذه الأزمة والتي صنعتها، فلقد سبق أن شرحت لكم بعضها من قبل في حديثي إلى الأمة يوم 9 يونيو في أعقاب النكسة مباشرة، وكذلك لأني أدرك ويجب أن ندرك جميعا أن ما جرى قد جرى.